يبقى في طرف موجود مثلا يبدأ بالشحات وليد سليمان مثلا، ويبقى أجايي موجود على دكة البدلاء، ولا أنت شايف أن لا الأفضل أن احنا نبدأ بنفس اللعيبة وبنفس السيستم؟ بص، في ميزة جامدة جدا في موسيماني من أول ما جه، رغم أنهم أربع ماتشات بس عنده ميزة، فيش تأليف. ما بيفتيش يعني مثلا رجل الشارع العادي كان يرى في الدفاع انت ما عندكش غير ايمن اشرف وياسر بريم، فكان ممكن يقولك ايه، انا استغل خبرات فتحي احط هو على الطرف واحط مثلا محمد هاني جوه جنب ايه، جنب ايمن اشرف، باعتبار ايمن اشرف اجهز شويه، وياسر ابراهيم كان عنده شويه مشاكل في التغطيه وفي حاجات في الفتره مزبوط. الاخيره، فالعب كده. حتى دي ما قبلش انه يقلب فيها، خلاها زي ما هي. فكر انه يلعب مثلا بحمدي فتحي من البدايه، قالك لا، للسوليه وديانج هم الاجهز، هم اللي هيلعبوا الثلاثه اللي تحت راس الحربه، واحد في اليمين واحد في الشمال واحد في العمق، قفشه في العمق وحسين الشحات يمين واجاي شمال، هي هي. حتى كان هناك فكر انك انت بتلعب بره ملعبك، فعايز لعيب قوي شويه، بادجي هو اللي يبدا. بس حتى في دي كان بادجي، لو الاهلي بيلعب باسلوب تاني غير ده كان بادجي ينفع قوي بره ملعب. لكن الاهلي لو كان بيلعب مثلا انه بيرمي كرات عرضيه لبادجي اللي هو مميز في ضربات الراس، كان زمان انا قلت يا ريت بادجي موجود، لان هو قوي وبيقدر يتغلب على اي حد في عنصر الطول، والتكوف بتاعه اعلى وكل شيء جوه المنطقه. بس الاهلي ما لعبش كده، فبقى مروان محسن محطة. اللي هو بيشتغل المحطه ديت في الحته ديت، وبيفتح ولا بيطلع لقفشه وبيطلع قفشه ويدخل لحسين. مظبوط، انت حسين شحاته انفرد من العمق. مظبوط، مجدي قفشه خد وقطع وانفرد من العمق. جونيور اجايه راح وسجل الكوره اللي هي كانت ممكن تيجي جول، جت ضربه جزاء من العمق. يبقى اذا انت في وجود مروان محسن طلعت الثلاثه اللي تحت راس الحربه، دخلوا كلهم من جوه ونجحوا في ان هم الاختراقات الطوليه في العمق. صحيح. ودي ما كانتش موجوده، خلي بالك، حتى في مجموعه لعيبه قبل كده كانت رغم جوده نوعيه اللعيبه، بس ما كانش الاهلي عنده كل اللعيبه اللي هي الاطراف تعرف تخش تبقى كلها لعيبه عمق. يعني تلاقي واحد لعيب طرف الخط. طرف يعني شمال، يبقى طرف شمال هو ماشي على الخط على طول. حتى تلاقي وليد بقى ايه، وليد يلعب شمال شويه يخش جوه، يبقى يمين. حسين الشحات يمين او شمال. جونيور اجايه ممكن يلعب في العمق كراس حربه، لعب راس حربه شادو سترايكر ممكن يلعب. يعني كلها ادوات، وانت لما يكون عندك يعني عندك المرونه التكتيكيه في الحاله الهجوميه ديت، انت دي اولويه بالنسبه لك. ان حتى وقت المباراه شفنا مثلا نزول احمد الشيخ، ساعات احمد الشيخ نزل فاجايي دخل شويه بقى راس حربه، فكل دوت يديك ان شاء الله اولويه لمباراه يوم الجمعه. واعتقد ان لو الاهلي جاب جول في اول نص ساعه او اول ربع ساعه، اعتقد دي تبقى كمان ان شاء الله تبقى بروفه كمان للمباراه النهائيه. دكتور، هو طبعا المباراه ديت في المقام الاول انا شايف انها استعداد للمباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله. يعني خليني اقول كده، فنيا ومعنويا وعلى مستوى العتاد الفني اللي موجود دلوقتي واللعيبه اللي ممكن تلعب وجاهزيه عدد من اللعيبه اكتر من اللي كانوا في مباراه الذهاب كمان، باعتبار ان كهربا بقى حتى جاهز يلعب نخش. حتى شويه باعتبار ان اغلب اللعيبه بدنيا بقوا جاهزين، واحتكاك بماتش الذهاب ده خلى اللعيبه تاخد ثقه اكتر ويبقى عندها دافع معنوي اكتر. فانا شايف ان الماتش ده هيكون هو بروفه النهائي هلعب ازاي، وبالذات ان انا بقت الملامح كمان واضحه ان انا في الغالب هلاعب الزمالك. يعني الاهلي هيلاعب الزمالك والاهلي عارف كل لعيب من الزمالك، فازاي بقى هتلعب على كل عنصر من العناصر دي. انت كان كان مشاكل كتيره تسببت في ان اخر ماتش بين الفريقين خلى النتيجه كده، لكن دلوقتي بقت فيه انت حافظ، عارف بن شرقي بيروح فين، وعارف زيزو فين، وعارف في العمق حتى لو لعب ونجم هيلعب مكان مين. خلاص الامور بقت بالنسبه لك واضحه، وتبدا انت بقى تحط الاستراتيجي بتاعك بشكل اهدى شويه وبشكل منظم. يعني طبعا دكتور بنشكرك شكرا جزيلا، الوقت دايما معاك بيجري بسرعه، لكن طبعا نورتنا.